هذه الزيارة الميدانية اللي قمنا بها بمرافقة السيد وزير الطاقة للجمهورية الموحدة لتنزانيا تدخل في إطار تعزيز العلاقات وكذلك في التعاون في مجال الطاقة وخاصة في الشق الخاص بالكهرباء. كان هناك لقاءات مثمرة في منذ أشهر مع كل الشركات اللي تشتغل في هذه الشركتين أساسيتين هي زيكو في زنزبار وكذلك كريك الشركة الوطنية التنزانية اللي اشتغلنا معهم بتقنية التحاضر عن بعد. كان كل هذا كله بمذكرة التفاهم اللي راح نمضي عليها إن شاء الله في الأسابيع القادمة اللي راح تعزز أولا فرص التعاون وكذلك تبادل الخبرات وخاصة مقومات كما تعلمون اللي تسخر بها الجزائر في ميدان الطاقة والكهرباء خاصة ومجمع سون الغاز في ديناميكية كما تعلمون ولوج أسواق خارجية خاصة منها الإفريقية وهي كذلك استراتيجية الدولة الجزائرية في والسياسة الجديدة في ما يخص مرافقة البلدان الإفريقية خاصة في مجال الطاقة. والجزائر كما تعلمون بنسبة التغطية في هذا المجال وبكل الإمكانيات الموجودة والخبرة المكتسبة لمجمع سون الغاز عبر عشرات السنين يعني نقدر نمشي بكل أريحية مع هذا البلد الشقيق اللي كذلك يسخر بإمكانيات جيدة وبفرص هامة. يمكن سون الغاز تلعب دور كبير في هذا البلد بمرافقة المؤسسات وراح تكون فرصة كذلك ونزور منظومة تسيير الكهرباء ومرافق أخرى على هامش هذه الزيارة الرسمية لسيد وزير الطاقة التنزاني. وانا راح يشوف يعني بطريقه يعني قريبه وبطريقه يعني احسن كل هذا المقومات اللي تخرب الجزائر في مجال الطاقه الكهربائيه خاصه.